مهرجان شبكة هو اللي مهرجان كيهتم بالموسيقى الشبابية ولا كيف ما كنقولوا الموسيقى الحضارية ولا بتوضيح أكثر يعني كيف ما كنقولوا الموسيقى الغربية الداخلة، ولكن اللي حنايا كنحاولوا ما أمكن أننا نضيفوا عليها اللمسة العربية والمغربية ديالنا، بحيث أن البرنامج ديال البرمجة ديال هذه السنة متنوعة اللي كتجز ما بين الجاز البلوز الروك الفيزيون ومجموعة من يعني ستيلات ديال الموسيقى. كذلك فحنايا كنستعدوا باش ننظموا اكبر مسابقه راب في العالم العربي اللي كيشرف عليها لجنه التحكيم اللي هي دوليه من مختلف الدول اللي من الكاميرون اسبانيا تونس وكذلك المغرب، واللي غادي تكون يومي 18 و 19 يوليوز بالمركب الثقافي محمد حجي بسالة جديده. كذلك غتكون عندنا سهرات كبرى ديال الراب اللي غتكون يومين 20 و 21 يوليوز في استاد بوبكر عمار، اللي غيكون فيها كل من بسيكو ام من تونس، الجنرال من تونس، سبعاتون، مسلم ومجموعه من نجوم الراب اللي مشاركين معنا في التظاهره هذه. وكذلك في ساحه باب المريصه اللي غادي تعرف عروض اللي غيكون فيها كل من فريد غنام وعصام كمال اللي مشاركين يومين 14 و 15 يوليوز في هذه السنه بمدينه سلا. طبعا انا بيسعدني ان انا اكون موجود النهارده في مهرجان شبكه. هو مهرجان شبابي، فكرة رغم أن الدورة التاسعة هي فكرة أنا بعتبرها جديدة، لأن احنا ما بنتكلمش النهاردة على موسيقى عربية أو موسيقى أندلسية أو موسيقى تقليدية، احنا بنتكلم على حاجة جديدة راب وهكذا، وده شيء مشجع جدا أنه يكون في تنوع في المهرجانات، في تشجيع للشباب، في اهتمام بما يهتم به الشباب والموسيقى التي يسمعها الشباب. وبالتالي أنا النهاردة بعتبر أن هذا المهرجان هو مهرجان بالتأكيد أنه بيوصل للقلب، يقام في مدينة سلا، وبالتالي أنا عارف أنه هيكون في إقبال شديد. مدينة يعني تتميز بشباب واعي يهتمون بهذا النوع من الموسيقى وغيرها، وبالتالي يعني أنا بتمنى للمهرجان النجاح. أنا متأكد أنه هيبقى مهرجان ناجح، أنا شايف أن المشاركين يعني متنوعين من بلاد متنوعة، وهو ما يعطي الفرصة للاستماع لكل أنواع الراب من كل البلاد. الدور ديالي في سلا راكم تعرفوني انا في سلا، شفت عندكم الموازين بليزيوغ فوا، ودائما انا فرحان ملي تكون في سلا. وهذه المره جاي عند واحد الشاب اللي عنده واحد ليدي اكسبسيونيل، وهو الفن اللي طمس كل ما هو انف. هذه الفكره خطيره وتبارك الله عليها، داك الشيء علاش انا كنامن بهذه الفكره وكنقول الناس على الشبكه شابو. انا النهارده سعادتي كبيره جدا لاني بتكرم من المغاربه وعلى ارض المغرب في اول زياره للمغرب، فيعني سعاده كبيره ومضاعفه. كيف تلقيتي الخبر؟ لا انا تصورت في البدايه ان هي دعوه لتقديم المهرجان، يعني ان هو شغل مش تكريم، فكانت سوربريز جميله جدا انه يعني انا هاجي المغرب من اجل التكريم وليس من اجل العمل. اول زياره. السلام عليكم كاع الخوت شمال جنوب شرق غرب ديال الكره الارضيه، معكم ام سي زنزان. حنايا في الفيستيفال الشبكه الدوره تسعود في المدينه ديال سلا العاصمه القراصنه، وهذا الحدث هذا صراحه كيجمع فنانين من مصر تونس ولافريك ميدل ايست، خصوصا في هذا الحدث ديال المغرب على الافتتاح الثقافي العالمي. وانا كفنان كنمارس الدومين ديالي في هذا الفن ديال الراب ولا لا كولتور هيب هوب،
صراحة أنا سعيد بأنني كنت تواجد في هذا الفيستيفال، وكنتمنى الجمهور كذلك يتابع الثقافة الجديدة، لأنك كتنفتح على اللغات، كتنفتح على العالم الخارجي، كتعرف الناس ثقافات جديدة، كذلك كنعرفوا بالثقافة الداخلة ديال المغرب ديالنا. وكنقول لكم شكرا من هذا المنبر، وشكرا لسام فاضل المهرجان، وكان معكم ام سي زنزان. هلا لاي هذا داي بيس اند لوف. السلام عليكم.